نكمل معا لتسريبات وأهم تجميعات التحصيلي من عام 2021. دكتورة معايا في هذا السؤال القوي جدا، هذا السؤال فيه أفكار كثيرة ومراجعة كثيرة جدا، بيقول أوجد الصورة الإحداثية لمتجه طوله 6 وزاوية اتجاهه مع الأفق 150. طبعا لحل السؤال ده يا سارة فيه أكثر من معلومة محتاجين نتذكرها، صح؟ المعلومة صح. الأولى حاجة اسمها الصورة الإحداثية للمتجه. الصورة الإحداثية للمتجه هي عبارة عن إيش؟ R، خليك معايا كده، يعني طول المتجه R كوزين كوزين ثيتا، كوزين الزاوية اللي عندي، و R ساين ثيتا. حفظنا هذا القانون ولا لسه؟ احفظيه معايا عشان الاختبار بعد قليل. دي اللي أنا كتبت R اسمه الصورة الإيش؟ إحداثية. الإحداثية. الصورة الإحداثية للمتجه باخد طول المتجه واضربه في كوزين الزاوية، وباخد طول المتجه واضربه في ساين الزاوية. طيب يعني بالعربي كده كأنها هجيب الآن كده R اللي هو 6، يبقى 6 كوزين الزاوية اللي هي 150 و 6 ساين الزاوية اللي هي 150. الحمد لله كده الموضوع الأول القانون. اتحفظوا لسه يا سارة القانون؟ سريعة رد عليها سريعة احفظ وبسرعة. انه ار كوزين ار كوزين ار الزاوية احفظها. وار ساين الزاوية. خلاص؟ طيب هي جابني هنا مشكلة يا سارة، إيه هي؟ إن كيف أعرف يا أستاذ أجيب ساين 150 أو كوزين 150؟ ما أعرفها، صح؟ كلامكم صحيح. بس إحنا قلنا في حاجة اسمها الزاوية المرجعية. أشوف إيه اللي بيكمل لل 180؟ إيه اللي بيكمل لل 180 هذه يا سارة؟ 30 ساين 30. بطلة. يبقى يا شباب ال 150 الساين حقها هو نفس ساين زاوية 30 باستخدام الزاوية المرجعية. أشوف اللي يكملها ال 180. بالمثل كوزين ال 150 أشوف برضو اللي يكملها، ألاقيها كوزين ال 30. بس هنا في ملاحظة مهمة يا سارة، إيه هي الملاحظة المهمة؟ ايش؟ الساين هذه في الربع الثاني، صح؟ صح. هذا الربع الثاني موجب 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 ايوه، وفي ساين الربع موجب. الثاني باستخدام دائره الوحده، فاكراها؟ اي اول اس تي سي اول احنا قلنا هنا اول يعني كل الايه نسب موجبه، وهنا موجبة. اس يعني وشغالين في الربع الثاني، فالاس موجبه يعني الساين موجبه، يعني هذه موجبه اوكي، لكن هذه لازم تكون ساين سالبه. سالبة. لان احنا قلنا اول اس تي سي تي سي ديت اللي هي الايه الاربع والزوايا اللي عندي، فيما معناه ايه؟ ان يكون الساين موجب والكوزين سالب. صح. تمام؟ طب نروح بقى للزاويه 30. طبعا كل الطلاب يحفظوا ساين الزاويه 30 تطلع نص بالنص باستخدام قانون اليد اليسرى اللي انا علمتها لكم في الفيديو السابق. والكوزين والكوساين جذر 2 على 3. جذر 2 على جذر 3 على 2. ايوه بس بالسالب، خلي بالكم بالسالب. ليش؟ لان هنا احنا في الربع الثاني للزاويه 150 والكوزين تكون سالبه. الحمد لله كده انا خلصت. اكتب بقى القانون يا ساره باستخدام الارقام. يبقى هنا 6 كوزين 30 بكام؟ 6 6 في نص. لا 6 في سالب 6 3 في سالب جذر 3 على 2، 3 على 2 والثانيه 6 ثانية ربع نص. في نص. لاحظوا يا شباب اني دايما اعمل السالب في قوس عشان احميه. بصات يا ساره. هنا راح اختصر 6 مع 2 3. يبقى إذن جوابي سالب 3 جذر 3. ثم بعدين هنا كمان راح اختصر 2 مع 2 يدينا هنا ايه 3، الاحداث الثاني 3، وكده الجواب الصوره سي. الاحداثيه والجواب هيكون ايه سي. اشكركم، شوفوا هذا المقطع المهم جدا واحفظوه.